رغم المستحيل، سلسلة مشاركة الإيمان بفعالية، لقاء جديد، والبداية تحية رياضية. ليه؟ بحلقتنا اليوم رح نتعرف على وسائل كرازة لإيصال كلمة الرب، والرياضة هي إحدى هالوسائل. نعم، الرياضة. للكنيسة تقوم بالكرازة الجماعية وتكون فعالة بهالكرازة الجماعية لازم تكون عم تتكلم بلغة العصر، وفي أكثر من لغة لعصرنا ووقتنا هلأ الكنيسة بتحكي فيه. واحدة من لغات العصر هي لغة الرياضة، الرياضة اللي صارت معروفة من كل العالم، من أعمار مختلفة، يمكن هن وصغار الأشخاص بيلعبوا رياضة، أو عكبر هن بيمارسوا الرياضة أو بيتابعوا الرياضة. صارت الرياضة شيء مألوف بحياة الأشخاص بوقتنا هلأ. وبالماضي استخدمت الرياضة كطريقة لتوصيل محبة المسيح وخلاص المسيح والأخبار السارة لجميع الأمم، لكن مع الأسف لهالوقت في أشخاص بينظروا للرياضة كأنها تضيع وقت، أو كأنه الرب مش ممكن يستخدم هذه الموهبة، أو حتى أنه هي خطية. لكن نعرف من رسائل بولس ومن رسالته بالذات لأهل كورنثوس كيف هو كان عم بيقول أنه صرت لليهودي كأني يهودي لأربح اليهود، والذين تحت ناموس كأني تحت ناموس لأربح اللي هن تحت الناموس، وكأنه الأشخاص اللي ما عنده الناموس كأن ما عندي ناموس لأربح هالأشخاص. فكان تفكير بولس وطريقة بولس دائما هو أنه بدنا نربح النفوس، بدنا نكسب الأشخاص لمعرفة المسيح. وهذا ما بيعني أنه الغاية بتبرر الوسيلة، أو بدنا نعمل شو ما كان حتى نكسب الأشخاص ونجتذبهم للمسيح، لأنه بولس نفسه بيقول بنفس الرسالة أنه كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء توافق. معناته مش أنه لأنه شيء بصح لإلي أو بقدر أعمله أنه هذا الشيء بستعمله لبرر الوسيلة اللي بدي أعملها أو الغاية اللي بدي أعملها. اسمي جاك حداد، أنا حالياً رئيس نادي البليفرز ومن المؤسسين لنادي البليفرز. بحب خبركم مين هو نادي البليفرز. نادي البليفرز نادي باسكتبول مميز لأنه بيحمل رسالة مميزة لشخص مميز، شخص المسيح. نادي بليفرز هو نادي مرخص من وزارة الشباب اللبنانية تحت رقم 233، ونحن عضو بالاتحاد اللبناني لكرة السلة. ورؤيتنا أو الفيجن تبعولنا تتطلع لنشر محبة الرب. هدفنا الوصول للمجتمع الرياضي من خلال الفرح ومن خلال خلاص هذا المجتمع من الأفات يلي عم تضربه، وأهم الدراكس أو المخدرات. في ناس كانوا يجوا يتحدونا يقولوا طيب نحن راح نفل وراح نلعب ضدكم وراح نربحكم، لأنه كتير منيح أكيد، لأنه أنتوا جيتوا أخذتوا الرب منا صرتوا أقوى منا. فدايما بناخدها بشكل إيجابي معهم، دايما بيشعروا أنه بالآخر نحن مش هممنا الربح والخسارة، فأكيد راح نربحهم، لأنه الشيء عند العالم كله مونديال ولا باسكت ولا شيء أنه مهم نربح. سو إذا هني بيربحوا الجيم تقطع الجيم ونحن بنربحهم، نحن ربحنا مش هني صراحة، لأنه هني ربحوا جيم نحن ربحنا علاقة. أنا بقولكم أنه هوني بدأ عن جد كتير واحد يكون يعني عم بيفكر قبل ما يحكي مع الشخص ليعرف شو بده. يمكن مثل ما بيقولوا نفهم يلي ما عم بيقوله مش اللي عم بيقوله، وهون هيدي اللي بنحاول نفوت فيها، أنه نجرب يمكن من عيونه للشخص نفهم ليش هو عم بيعمل هيك. لأنه أحيان الشخص بيبين عدائي، هو ما بيكون عدائي، هو بيكون مكسور محبط. يمكن روح لعنده نقول له أنت نحن عارفينك أنك بدك حدا يوقف حدك، فأنت فيك تعمل اللي بدك إياه، بدك الطابة تكبها تعمل اللي بدك إياه فيك تعمل،
نريحه انه احنا ما فرقه معنا، كانه اذا ما نخسر شيء هو ممكن يتلف، ما عنا مشكله، نحن بدنا اياك انت تكون مرتاح. كمان ممكن اذا اشخاص عندهم الموهبه الرياضيه وهن صاروا معروفين لدرجه معينه يكونوا هن عم يخدموا بين الرياضيين. طبعا هاي بتتطلب انه الشخص يكون ذو لياقه بدنيه عاليه وذو معرفه روحيه عاليه حتى يقدر يتواصل مع الاشخاص الرياضيين اللي مثله ويكونوا عم بوصل الكرازه لهم. اول شيء بدي اخدم الرب، ثاني شيء بدي العب باسكتبول، ثالث شيء لقيت انه قد هو مهم انه تروح تبشري، بس قد هو مهم انه تعرفي وين اكثر شيء بتلاقي عالم شباب من عمرك، بتلاقيهم هن اكثر شيء بالسبورتس، واللي هون اهم شيء انه انت تروح تخدمي بيناتهم وتكون عم توصلي لهم هيدي الخدمه. يعني لما منقول الأسرع والأشمل منقول أعلام. تواصل بين البشر يتخطى الزمن والمسافات ليوصل الخبر بنفس اللحظة لأكبر شريحة من الناس، وطبعاً لابد من استعمال هالتقنية بخدمة الرب. فينا نقول أنه أنا أنه الرب بيصلي للكنيسة والمسيح بيطلب من الآب للكنيسة أنه ما تنزع من العالم المعاصر اللي هي فيه، لكن ساعدة تتفاعل مع العالم المعاصر اللي هي فيه. وهذا الشيء بيعطينا نظرة جديدة وفكرة جديدة كيف نحن ممكن نتواصل بعالمنا الحاضر. هالوضع اللي نحن فيه، العالم اللي نحن فيه، مأثر كتير بالإعلام، والإعلام صار ياخد جزء كبير من حياتنا اليومية. ومع الانفجار السكاني ومع قلة الكنائس ومع تفشي الخطية وزيادة التعليم الخاطئة، صار علينا أنه نخترع أو نكتشف طرق جديدة، نخلق طرق جديدة لنقدر نتواصل مع العالم. الطرق القديمة اللي كان واحد يزور شخص يمكن بطلت فعالة بوقتنا الحاضر، والإعلام بيساعدنا على هالشي. إذا منفكر بالإعلام كطريقة، أو هو الإعلام عبارة عن استبدال أو مشاركة المعلومات بغرض الفهم والتفهيم، ساعتها ممكن نستخدمه بطريقة فعالة بالكرازة، لأنه نحن هدفنا أنه نفهم العالم، نتواصل مع العالم. هدفنا أنه الكنيسة تكون قادرة عم توصل هالرسالة، هالأخبار السارة للعالم. وبالإعلام في طرق مختلفة، في الإعلام المصور اللي منشوفه من خلال التلفزيون والساتلايت والتي في، في الإعلام المسموع، في الإعلام المقروء. والكنيسة من واجبها أنه تحدث أو تتفاعل مع كل هالطرق حتى تقدر توصل الرسالة بصورة جدية. الحرف عبر التاريخ أدى دوره بإيصال الأفكار بين البشر، والكتاب المقدس ساهم بالطباعة والكتابة بنشره على وجه الأرض. الإعلام المكتوب كان وما زال دوره رائد في الكرازة المسيحية. أولاً يهم المستمع والمشاهد أن يعلم أن النشرة اللي هي هاي المجلة هلأ اللي بإيدي، النشرة أقدم مجلة في اللغة العربية، أقدم مجلة على الإطلاق في اللغة العربية، ليس فقط دينية، كل الأمور يعود تاريخها إلى 1863. 1863 يعني 150 سنة تمام تاريخ مجلة النشرة. مجلة النشرة لم تبدأ مجلة دينية محض، يعني تورد الأخبار دي، كانت تورد كل الأخبار، لكن طبعا التركيز هو روحي. كان تورد الأخبار السياسية، العلمية، الاجتماعية، المناطقية، الكنسية، مع طبعا مقالات وعظات ودراسات وأخبار عامة لبناء الإنسان كإنسان. يعني Thank you.
أينما كنت أصبح بإمكانك متابعة الحدث بالصورة والصوت ومباشرة. المرء بوسائل الإعلام أصبح من أساسيات إيقاع الحياة اليومية. تتنوع البرامج، يختلف المضمون، ولا بد أن يكون استخدام الإعلام المرئي لصالح الهدف الأسمى. عندنا طبعاً البرامج التعليمية يلي هي ربما البعض منها مجرد برامج تعليمية، عندنا برامج يلي هي ثقافية، عندنا برامج دراما، عندنا برامج موسيقية، عندنا برامج للأولاد، عندنا برامج يلي بتتكلم عن الحاجات الاجتماعية وإلى ما هنالك. ولكن المهم أنه نعرف أنه كل برامج سات سبعة هي عم تتكلم عن محبة المسيح، يلي عم توصل رسالة محبة المسيح بطرق مختلفة. فمثلا إذا أخذنا شريحة المرأة في العالم العربي، في عنا حصة للمرأة في العالم العربي اللي بتتكلم للمرأة، اللي بتكرز لها المرأة، اللي بتساعد هالمرأة أنه تنمى مش فقط في حياتها الاجتماعية، يلي نحن منشدد على هذا المنطلق، يلي منساعد المرأة أيضا بحياتها الاجتماعية لما منغطي النواحي الاجتماعية المختلفة لمشاكل المرأة في العالم العربي، ولكن بنفس الوقت لما منتكلم أيضا للحاجة الروحية للمرأة، كيف تعيش حياتها الروحية، كيف تعيش بحسب كلمة الله، كيف تعيش وكيف أيضا تربي عائلتها أولادها وكل من هم حواليها أيضا على كلمة الله. وهو أيضا نفس الشيء بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأطفال، نحن بنتكلم لهم، نحن نوصلهم الرسالة بطريقة أنه يفهموها وبطريقة أنه أيضا ترسخ بأذهنهم وتنمى معهم بينما هني عم يكبروا على كلمة ومعرفة كلمة الله. أنت لازم تقعدي ببيتك وده صليبك وشيل بيه، فعشت معي ورديت بكل اللي هو عايزه، حرمني من أهلي، رديت حرمني من حاجات كتير، رديت. إنتاج عمل للإعلام المرئي يتطلب فريق كبير ومتخصص، إيصال الرسالة بأفضل صورة. هل يتطلب أن يكون كل عامل في هالمجال كارز؟ مهم كل عامل أنه يكون عنده هيدا الشغف، ولكن مش بالضرورة أنه كل شخص يكون كارز، ولكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنا برأيي أنه كل شخص يعمل في هيدي المؤسسة هو بعمله، إن كان عمل صغير أو إن كان عمل أعلى مستوى. أنا ما بحب أقول إنه في ناس عملها صغير عملها كبير، ولكن كلنا عم نعمل في حقل الرب، كلنا عم نشتغل لمجد اسم الرب بالنتيجة. ولكن بغض النظر عن شو نوع العمل يلي عم نعمل، تعرف في أشخاص بيظهروا قدام الكاميرا، في أشخاص مقدمي برامج، وفي أشخاص يلي هن وراء الستار عم يشتغلوا أيضا، يلي هن كمان لهم دور فعال بهالكرازة. فطبعا كل شخص يعمل برأيي هو كارز، في منهم بيكرزوا بطريقة مباشرة، في منهم بطريقة غير مباشرة، ولكن كلنا عم نعمل بهيدا الحقل يلي بقلنا الرب هو حقل واسع، ولكن لسوء الحظ الفعلة قليلون، وهيدا نحن يلي منحتاجه، منحتاج لأشخاص لفعلة يلي هن عندهم روح الخدمة، روح الكرازة، يلي كلنا سوا بنقدر نشتغل كفريق واحد لحتى اللي نقدر نكرز. فطبعا نحن فريق واحد، قلب واحد، وكلنا عنا قلب لهذه الكرازة. إنترنت، فيسبوك، تويتر وغيرها، وسائل تواصل اجتماعي هيدي الموضة وهيدا العصر، وخدمة الإنجيل هي بصلب هالتواصل. اللي بيميز الانترنت هو انه هي متوفرة للجميع، هي مش محصورة بمكان او بزمان، هي سهلة التعلم، في فرصة للتفاعل بين الاشخاص. ممكن حيالله شخص يكون عنده الفيسبوك او السكايب او الام اس ان او التشات تبعه
ليقدر يدردش مع الأشخاص، يقدر يتواصل معهم، يقدر يتكلم معهم. هذه الطرق تجعلنا نتواصل مع أشخاص بعاد عنا، أشخاص يمكن ما بيقدروا يتقربوا من كنيسة أو من جو مسيحي، أو يمكن ما بيقدروا، ما بدهم حدا يعرف عن هن شو بيحضروا أو شو بيعملوا. فهي طريقة مهمة كتير الإعلام والإنترنت بوقتنا الحاضر، بوقتنا المعاصر، نكون عم نوصل رسالة الإنجيل بطريقة فعالة. الإعلام ووسائله وأساليب أخرى يستعمل في الكرازة الجماعية. كرازة حضور الكنيسة فيها هو أمر جوهري. شو في؟ بالمكتب وين بدك تكون؟ ليش؟ ليش شو في؟ ما خلص وترتنا، إلا شو في؟ مين؟ آه إيه شو بيه؟ شو؟ امتى؟ كيف؟ معقول؟ كيف مين؟ اف ليش يا رب مين؟ ليش؟ دايما وحدي ومش فرحان، تذكرتك هلا ما بعرف ليش، دمع بعيني وحدي سرحان، قالوا بتحبني عم بسأل ليش. لحتى الكرازة الجماعية تنجح على الكنيسة انه تكون جزء الى جزء رئيسي ودور رئيسي بهالخدمات، والكنيسة هي الطريقة اللي الرب بده العالم يعرف عنه، هي الجسد اللي بده يكفي ويكمل خدمة الرب يسوع على الأرض. فمهم جداً أنه الكنيسة تكون مستعدة للمشاركة بهاي الكرازة الجماعية، وفي أكثر من طريقة الكنيسة بتستعد لهالشي. الكنيسة عليها أنه تكون عم بتحضر الوقت المناسب لحتى الكرازة الجماعية تكون موجودة فيه، أنه تتجنب الأوقات اللي بيكون الأشخاص مشغولين أو عندهم التزامات معروفة. الكنيسة أيضا من واجبها أنه تكون عم بتحضر وبتعرف مين هن الأشخاص المستهدفين، مين هن الأشخاص اللي بدها تتواصل معهم، لأنه بحسب مثل ما كنا عم نقول، بحسب الأشخاص اللي نحن بدنا نتواصل معهم بدنا نسيق رسالتنا ويكون نجعلها تكون ملائمة للأشخاص اللي بدنا نتواصل معهم. من أول ما بلشت سات سبعة بلشت كخدمة للكنيسة، فهي سات سبعة موجودة من أجل خدمة الكنيسة المحلية في العالم العربي، من أجل تقوية إمكانيات هالكنيسة في العالم العربي، ومن أجل تجهيز هالكنيسة في العالم العربي لحتى تكون أيضا الكنيسة هي شاهدة بدورها لعمل المسيح، ولكي أيضا يكون عندها وسائل تقدر أنه تكرس فيها أكثر وأكثر. فسات سبعة كمحطة إعلامية هي واضعة كل إمكانياتها وكل ما لديها من تكنولوجيا وإلى ما هنالك بخدمة الكنيسة المحلية. وسات سبعة ما وجدت لحتى تحل محل الكنيسة، ولكن هي والكنيسة بيشتغلوا مع بعضهم البعض لتكملة عمل الكرازة ولتكملة عمل خدمتنا بإظهار محبة المسيح للآخرين.
الكنيسة عليها أيضا تستعد من خلال الصلاة، من خلال الصوم، من خلال نشر الكلمة، لأنه هيدي هي دعوتها الأولى. الكنيسة ما بينتهي عملها بمجرد أن تكون رتبت على عمل الكرازي أو استعدت له. على الكنيسة أن تكون عم بتتابع شو صار، تكون عم بتراجع إذا أصابت الأهداف اللي وضعتها، تكون عم بتتابع الأشخاص اللي إجوا على الحدث الكرازي، الحدث الرياضي، أو إذا حضروا أمر الإعلام اللي أعلنوه. لأنه في أشخاص يمكن ما يكونوا فهموا الرسالة، في أشخاص تكون يمكن في عندهم عوائق أو تحديات بحاجة يحكم مع شخص تاني عنا. فالكنيسة عليها أن تكون موجودة حتى تتابع مع الأشخاص. طبعا المتابعة بتختلف بالمكان الموجود فيه هذا الشخص، بتختلف بطريقة اللي عم نوصل فيها الرسالة لهذا الشخص، ولكن نحن كمحطة فضائية طبعا بهمنا موضوع المتابعة. ونحن من بداية البث الفضائي لسات سبعة كل مشاهد بيعرف أنه كانت محطة شفافة من البداية، ونحن موجودين على الأرض، موجودين مع المشاهد بمختلف مناطق بالبلدين العربية، وبالتالي نحن بدنا نكون على تواصل مستمر مع كل شخص عم يتكلم معنا، مع كل شخص عم يتعاطى معنا أو عم يتواصل معنا، لحتى نقول لهم أنه نحن مش بس بعيد، نحن بالفضاء عم نتكلم كلمة، ولكن نحن مع المشاهد على الأرض، نحن عم نشعر مع المشاهد، ونحن عم نشعر مع المشاهد، ونحن بالتالي موجودين من أجل هذا الشخص. في محطة أخيرة بحلقة اليوم معنا نتعرف على كرازي من نوع آخر. تختلف الطرق ويبقى الأساس الكلمة والرسالة والمأمورية العظمى. نباركك يا ملك المجد ربنا وولينا إلى الأبد، قادر ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. بسي اي دي لأنه ترمز لقبل المسيح وبعد المسيح. قبل المسيح بالنسبة لنا الدنيا كانت ظلمة، كانت الدنيا بتشبه العواصف ومظلمة، بس لما إجا المسيح تغيرت الدنيا، صارت الدنيا كلها احتفالات وفرح. عشان هيك اللي بيطلع بالبوستر تبعيتنا بيلاقي قبل في شتاء ورعد، بعد المسيح ما إجا منلاقي فايرورك ومنلاقي الدنيا فرحانة والدنيا مبسوطة. بتقولي ليش نظمنا هيدا الاحتفال؟ هيدا الاحتفال شعاره البي سي اي دي اي دي بي سي، بس ولكن هو بالواقع اسمه احتفال يسوع. الفكرة هيدي اجت عندي، انا كنت بامريكا سنة 99 واجا بفكري فكر انه لازم نحتفل بولادة الرب يسوع المسيح لما بيصير سنة 2000، وجيت على لبنان وانطلقنا بهيدي الخدمة، وشفنا انه الرب عم يستخدمها بصوره مش اعتياديه، صار امور كتير خير حلوه فيها، قدرت تطال عدد كتير من الشباب ومن الصبايا، من الكبار من الصغار، اشخاص كتير صمموا عيشوا للرب يسوع، منهم كانوا اشخاص بيتعاملوا بالمخدرات، منهم كانوا عبده شيطان، منهم كانوا يروحوا على الكنائس وما وبيحضروا بس بيسمعوا وما عندهم اختبار مع الرب. فالرب استخدم كتير هالنشاط مشان عدد كبير من هالشغلات هايدي. هيدا النشاط بالواقع نحنا بنعمله بلبنان بتاريخين، بنعمله بالشهر الرابع بالشهر السابع. هيدا النشاط بيتخلله أكيد فترة ترحيب، فترة تسبيح حلوة، كل ليلة بيكون في معنا فريق مختلف من اللي بيسبحوا والمسبحين، وبتقدم كلمة من الإنجيل دائما إلى علاقة بالخلاص. وبعد منا بيتقدم بيصير في دعوة، مين بيحب يصمم يعيش للرب يمشي بطريق الرب، مين في مريض بيحب يقرب نصلي من أجله. ونشكر الرب كل مرة بس نعمل الاحتفال بيجي وقت الدعوة عم شوف تجاوب كتير كتير حلو،
وعم نشوف الرب مش بس عم بيخلص النفوس، كمان عم بيخلص مرضى كتار. يعني كونسبت شوي غربي لثقافتنا العربيه؟ انا بلاقيه بالعكس، بلاقيه كونسبت يسوعي 100%. بتتذكروا لما الرب يسوع طلع على الجبل واجتمع هونيك واجوا 5000 شخص استمعوا للرساله تبعيته هونيك؟ فبعتقد فكرنا بيرجع للرب يسوع اكثر من اي منطقه بالغرب. يمكن بالغرب بيتجاوبوا اكثر بهودي الطرق، ولكن يمكن لأنه العدد أكبر هونيك، بس ولكن نحن كمان بالشرق بحاجة لهيك نشاطات، وبحاجة لكلنا نحط إيدنا مع بعضنا البعض، نجيب الناس تسمع عن محبة الرب. مستعد تقريبا من قبل كل احتفال بشي بين 3 أشهر لـ4 أشهر بنعمل لقاءات، وبهاللقاءات بنصلي فيهم ومننظم حالنا لحتى كل واحد ياخد دوره، لأنه بيكون في ناس بدها تصلي مع الناس، بدها تكون مدربة، بيكون في برنامج للولاد حتى الناس يهتموا فيهم، بيكون في استقبال. فبنتجمع بنبعت رسائل للكنايس وللأصدقاء الاحتفال، ومنهم بيجوا متطوعين وبنشتغل بهالصورة. بالواقع عم نستهدف عنا احتفال الربيع دائما يلي هو الشهر الرابع، هو احتفال شبيبي بنسميه، واحتفال الصيف احتفال عموم، يعني كل الناس بتيجي عليه، بس دائما رسائل تبعيتنا والترانيم والصورة اللي بنشتغل فيها بتكون بتناسب جو شبيبي كتير. وهذا النشاط مش عم نعمله بس بلبنان، عم نعمله بمصر، عم نعمله بالأردن، عم نعمله بسوريا، كنا فترة هلأ يعني بسبب الحرب وقفنا، وعملنا مرة بالبحرين هذا النشاط، فالنشاط مش بس واقف بلبنان. منحب نشكركم ونشكرك خصوصا، ونشكر السات سيفن in general، ونقدم له علم في شعار النادي اللي هو البيليفرز، اللي فيه طابة باسكت في عليها نار ونور، اللي هو النار بيضرب بيعملها الرب، والنور أكيد هي من الرب اللي هو شعارنا. في أكيد العلم اللبناني وراء يلي نحن بنفتخر إنه عم نخدم الرب بلبنان. ضمن إطار سلسلة مشاركة الإيمان بفعالية، تعرفنا ضمن هالحلقة من برنامج رغم المستحيل على وسائل الكرازة الجماعية، وتعرفنا كيف تستخدم الكنيسة لغة العصر لنشر رسالة المسيح، ودائما بالاعتماد المطلق على الرب. إلى اللقاء.